نحن حاليا داخل مدينة معارة مصريين اللي بتبعد شمالا عن مدينة إدلب 10 كيلومتر. منين اجت تسميتها بهذا الاسم؟ خلونا نتابع التقرير الصغير. ليش سمت معارة مصريين بهذا الاسم؟ سميت معارة مصريين حسب اللغة السريانية بهذا الاسم، فمعارة وتعني في اللغة السريانية المغارة، ومصريين وتعني في اللغة السريانية الأمصار، وهي عبارة عن جمع الأمطار، فلذلك سميت معارة مصريين بهذا الاسم. لأني اسمها مدينة معارة مصريين. معارة مصريين ليش سمت هيك؟ لأني اسمها معارة مصريين. فهمان عليك. طيب ليش ما تسمت اسم تاني؟ ليش هالاسم تحديدا؟ لاني هذا اسمه. والله ما بعرف، تسالني السؤال. معره نسرين، لانه هي قديمه، معره مصري، مدينه قديمه اثريه يعني. لوين رايح؟ رايح على الدكان. مدينة معارة مصريين ليش سمت هالاسم؟ أنا بعرفها معارة الأخشاب، هاي اللي بعرفها. طيب شو بتشتهر؟ بتشتهر بالزيتون وبالزراعة، بس ما عندنا غير هيك. يعني معارة الأخشاب يعني كيف مثلا كان سوق خشب؟ كان فيها إيه سوق خشب كبير، عرفت تشتهر فيها بس. هي بالأصل كلمة سريانية تدل على جمع مغارات تجمع الأمطار، وكانت الغابات شديدة الكثافة والأشجار شديدة الكثافة بسبب هذه المغارات الوفيرة المياه. معارة مصريين سميت الاسم هذا الكسر المغرفية، المغارة سميت معارة مصريين بالضبط. يقال خبر شائع إن هي قنة سرينية، قنة سرينية موجودة في حلب ولست عنا بالضبط. معارة مصريين الكسر المغرفية. معارة مصريين سمت بهذا الاسم أول شيء مغارة، كلمة سريانية قديمة، فهي تدل على كلمة مغارة الأخشاب. سميت معارة مصريين من آلاف السنين نسبة إلى الملك النسرين، الملك النسرين اللي سكن معارة مصريين سميت معارة مصريين. نعرف قديما النسرين، هاي سموها ونحن تنقلناها وتعلمناها. بشو مشهورة هاي المدينة؟ مشهورة بالزيتون، كانت بالبطيخ، بالخيار، بالزراعة. مدينة معارة مصريين تقع شمالي مدينة إدلب حوالي 10 كيلومتر، وتعتبر صلة وصل بين المنطقة الحدودية ومركز المحافظة. يبلغ عدد سكان الحالي حوالي 90,000 نسمة ما بين مهجر ومقيم. يوجد في مدينة معارة مصريين معالم تاريخية كثيرة، أهمها الجامع الكبير وسط المدينة وتل أولاد الخليل. سميت مدينة معارة مصريين بهذا الاسم تسمية سريانية وتعني مغارة الأمطار. تشتهر المدينة بالزراعة بالإضافة لبعض الصناعات اليدوية والزراعية والغذائية.